السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفو استثمر ديال الأفعال الخمسة صفحة 64. سؤال أول: أضع سطرا تحت كل فعل من الأفعال الخمسة. أنتم تغرسون الأشجار، إذا تغرسون فعل من الأفعال الخمسة. نحن نحيي العمال، لا. أنت تساهمين في تنمية البيئة، نعم، أو التنمية، عفوا، في التنمية. أنت تساهمين في التنمية، إذا تساهمين. النساء يساهمن في التنمية، لا. البنتان تساهمان في التنمية، نعم. الفلاحون يجنون الثمار، إذا يجنون كذلك فعل من الأفعال الخمسة. إذا للإشارة، إذا هذو هما الأفعال الخمسة اللي عندنا في هذه الجمل. إذا بالنسبة للأفعال الخمسة، إذا كل فعل كيكون مضارع، إذا مضارع، وكيكون في الآخر ديالو إما ألف ونون أو ياء ونون أو واو ونون. إذا هذو هما الأفعال الخمسة. بالنسبة للإعراب ديال الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة فهي ترفع بثبوت النون، يعني ملي تلقاو النون يعني راه مرفوعة، وتنصب وتجزم بحذف النون. من اللي ما كتكونش النون يعني راه الحالة الإعرابية إما جزم أو نصب، يعني ثبوت النون فاحنا كنهضروا على الرفع، حذف النون كنهضروا على النصب وعلى الجزم. سؤال ثاني: أضع الفعل في المكان المناسب. الأولاد، إذا بطبيعة الحال غادي نقولوا الأولاد يلعبون، إذا الأولاد يلعبون، عفوا، إذا يلعبون. الوردتان تتفتحان، تتفتحان. ثم أخيرا الزرع ينمو. سؤال موالي: أكمل ملأ الجدول بما يناسب. إذا أنت تؤدين الواجب، هنا الرفع، نشوفوا حالة النصب وحالة الجزم. أنت لن تؤدي، لن تؤدي، غادي نحذفوا هذيك النون، وفي نفس في الجزم غادي نحذفوها. أنت لن تؤدي الواجب، لم، إذا عندنا لن في النصب ولم في الجزم، لم تؤدي الواجب. أنتما تؤديان، تبوت النون لأنه عندنا الرفع، تؤديان. وفي الجزم غادي نقولوا لم تؤديا. هما يؤديان، يؤديان الواجبة. في حالة النصب إذا غادي نقولوا لن، إذا لن يؤديا، لن يؤديا، يؤديا. وفي حالة الجزم عندنا لم يؤديا. هم يؤدون الواجبة، المضارع المنصوب إذا غنقولوا لن يؤدوا، إذا لن يؤدوا. إذا هم لن يؤدوا في النصب، وفي الجزم لم يؤدوا. كما كتلاحظوا في النصب وفي الجزم كتحذف النون، لماذا؟ لأن علامة النصب والجزم بالنسبة للأفعال الخمسة هي حذف النون، وبالنسبة للرفع دائما كنلقاو ثبوت النون. إذا أنتم تؤدون، ثبوت النون لأن عندنا حالة الرفع، تؤدون الواجبة. لن تؤدوا الواجبة في النصب، ولم تؤدوا الواجبة بالنسبة للجزم. غادي ندوزو دابا للسؤال الرابع: الفنان يتأمل لوحته، المغاربة يحتفلون بعيد العرش، المهندسون يضعون التصاميم بالحواسيب. عندنا ثلاثة الجمل، واحد الجملة فقط التي تناسب هذه يعني الترسيمة. إذا الجملة التي تناسب الترسيمة هي الجملة الثانية. إذا عندنا المبتدأ اللي هو المغاربة، بالنسبة للخبر جملة فعلية،
عندنا يحتفلون، الفعل المضارع يحتفي، وعندنا الواو اللي هو الفاعل ضمير متصل، إذن الواو، إذن الواو هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. وجار ومجرور عندنا بعيدي، والمضاف إليه عندنا العرشي. إذن السؤال الخامس، أدخل تارة لن وتارة لم على الجمل الآتية. إذن إلا دخلنا لن مثلا، إذن غنقولوا لن تذهب، غنحذفوا النون. إذن في الخير، إذن غنقولوا مثلا لم تسعوا، ونحذفوا النون ونديروا الألف الساكن، نحذفوا النون. إذن لم تسعوا. هنا تمشينا، غنقولوا مثلا لن تمشي، غنحذفوا النون. إذن لن تمشي ولا لن أو لم تمشي، راه إلا درنا لن ولم راه بحال بحال. علاش؟ لأن في النصب والجزم عندنا حذف النون في العلامة ديال النصب والجزم، حذف النون. إلا دفنا إلا درنا لن، غنقولوا لن تذهب إلى النادي أو لم تذهب إلى النادي، لم تسعوا في الخير أو لن تسعوا في الخير، لن تمشي فوق الرصيف أو لم تمشي فوق الرصيف. الإعراب، أعرب المخلصون يقومون بالواجب. المخلصون بالنسبة للإعراب، المخلصون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. يقومون عندنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن خصنا نوضحه، لأنه إذن من الأفعال الخمسة. والواو لواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. عندنا بالواجب، يقومون بالواجب. بالواجب هذا جار ومجرور، جار ومجرور. الا بغينا نفصلو غادي نديرو الباء حرف جر. الواجب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، جار ومجرور. اذا ما نساوش، والجملة الفعلية اللي هي يقومون بالواجب، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر. اذا هادو هما الاجوبه ديال الاعراب اولا ديال هذه الجمله. فيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا همزه ابن، تطبيقات دائما والانشطه الاستثمار. كونوا في الموعد، الى اللقاء.